استقبل وزير البترول طارق الملا وفدا من شركة ميديتيرا الكندية للطاقة، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترول الخام. وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة موقف أعمالها في مناطق امتياز كومومبو ومناطق سدر ومطرمة وعسل بسيناء بالشراكة مع الشركة العامة للبترول وأنشطتها لتنمية وإنتاج البترول الخام، والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا، حيث نجحت في الوصول بالإنتاج إلى أكثر من 22 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي.